في عالم الحيوان هناك قانون يسود في المملكة، غلطة واحدة قد تكلف الكثير. حربا أزلية بين الأسود والضباع على الجيف استمر لأكثر من 3700 عاما. الحيوانان فريدان بطريقتهما الخاصة ولديهم أسلوب حياة مختلف تماما، فالأنياب الحادة والمخالب الفتاكة لها الغلبة، فقانونهم معروف للجميع، فالبقاء للأقوى. في هذا الفيديو سوف نرى مقطعا قد تم تسجيله لأقوى معارك البقاء على قيد الحياة. قد يبدو لك الأمر مرعبا، ولكنه حقا عالم الحيوان. إذا كنت مهتما لمشاهدة معركة شرسة سجلت بين الأسود والضباع، فعليك الاشتراك في قناتنا أقوياء البرية وتسجيل إعجابك بالفيديو ومتابعته للنهاية. هيا بنا. تمثل الضباع موهبة في عدم الاهتمام بشؤونها الخاصة، سواء كنت مرحبا بها أم لا فهذا غير مهم بالنسبة لها، فهي تحب الخلافات في بعض الأحيان، ولكنها في الغالب تقع في ذلك مع الطرف الخاطئ. فعلى الرغم مما يعرف عن الضباع من جبن، إلا أنها كائنات ذكية وشرسة جدا، لا تعرف الرحمة، قابلة للتكيف، فهي تأكل كل ما يمشي أو يزحف، وتشتهر أيضا بأكل الجيف، وتعمل معا في تناغم لحماية عشائرها. فالضباع والأسود أعداء أبديين، فالعداوة بينهم على الموارد منذ قديم الأزل. فالضباع محبة للسيطرة وبسط النفوذ في المملكة، ولا تحترم وجود الملك. لكل منهما طريقته الخاصة والمختلفة في الحصول على فريسة. فمن المعروف عن الأسود الأفريقية قوتها التي جعلتها تواجه أقوى الفكوك في عالم الحيوان. فيقوم الأسد بالبقاء مختبئا لفترة طويلة ومراقبة فريسته، ثم مطاردتها بعد ذلك لتقتل فريستها في غضون دقائق معدودة. من ناحية أخرى، من المعروف أن الضباع تأكل كل شيء يأتي في طريقها، لكن نظرا لسرعتها المنخفضة لا يمكنها إلا أن تقتل الحيوانات المسنة أو المريضة. فمعظم ما تحصل عليه من الطعام تقوم بانتزاعه من الأسود، ويكون ذلك في الدقائق الأولى بعد انتهاء الأسد من اصطياد فريسته لشعوره بالانتهاك من المطاردة. ربما أكثر المنافسات الشرسة في السافانا الأفريقية تقع بين الأسود والضباع، فيمتلك كلا النوعين كراهية غير مفهومة لبعضهم البعض. فسواء كان كبيرا أو صغيرا، سوف تقتل الأسود كل ضبع في المنطقة لهم. لذلك عندما تتجول الضباع بحثا عن المشاكل، من الأفضل أن تتأكد من أن تكون عشيرتها بأعداد كبيرة حتى لا تجد نفسها بمفردها مع ملك الغابة بلا منازع. لا تغامر الضباع في الدخول في القتال إذا كان هناك ما يكفي من الطعام لجميع العشيرة، ولكن بسبب ندرة الفريسة في بعض الأحيان يجبرهم على الخروج من أماكنهم المحمية لمواجهة أمهر الصيادين. فالفكوك الكبيرة والجسم العضلي والأرجل القوية ومكانتهم المرعبة وسمعتهم تجعل الأسود على القمة بلا منازع. ولكن الكثرة تغلب الشجاعة؟ فمن سوف يفوز في هذه المعركة التي سنراها الآن؟ هل الأقوى والأسرع أم الأذكى والأشرس؟ الأمر يبدو مروعاً، معركة خارج مملكة الأسد. قد يؤدي حب استكشاف الأرض حولك والبعد عن مملكتك أن تهزم من ألد أعدائك. ففي هذا الفيديو غامر الأسد بالخروج بمفرده ليجد نفسه واقعا بين مجموعة من 20 ضبعا جائعا لا يعرف الرحمة مع فريسته. فماذا إذا كانت الفريسة أشد الأعداء؟ تبدأ الضباع بالهجوم الشرس بقلب يبلغ ضعف قلب الأسد، وقوة تحمل فائقة، وضغطة فك يتجاوز 1000 رطل لكل بوصة. في المعركة يقوم القطيع الذي تفوق عليه عددا بعضه ونهشه في محاولة لإرهاقه، ولكن كما هو معروف عن القطط الأفريقية إنها تكره الاستسلام وتحارب للنهاية. حاول الأسد النجاة بحياته ومحاولته قلب المعركة لصالحه عن طريق مهاجمات فردية، ولكن كان الأمر أكبر من استطاعته ليبقى على قيد الحياة. فالكثرة هنا تغلب الشجاعة، فهذا العدد من الضباع يمكن أن يهزمه بكل تأكيد، فمن المستحيل أن يهزمهم جميعا مرة واحدة. ليظهر أخيرا من يستطيع المساعدة، أتى صديقه لينقذه من أنياب أعدائه، فيمكن سماع زئير الأسد على بعد 29 كيلومترا، لتجد الضباع نفسها مضطرة على الانسحاب، فهي أجبن من أن تبدأ حربا مع اثنين من الذكور البالغة. شكرا لكم على المتابعة. إذا أعجبكم الفيديو أدعوكم بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.